عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. 10 دقيقة 19 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانطلاق. هجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير، بينما المركز الثالث الهود من حل. 13 دقيقة 20 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لمضامر طارش بن مبارك بالقوبع، تهانينا للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات مع انطلاق هذا اليوم. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وبداية رحيل هذه الأسماء. شوطنا التاسع وجولتنا الثالثة تبدأ مع الإبكار. الثنايا والثمانية كيلومترات هي مسافتنا الحاضرة والكافية لحوار هذه الأسماء في هذه اللحظات. أتقدم وأتابع الصدارة مع المركز الأول وبداية الأسماء المنطلقة. جبار على المركز الأول وعلى الصدارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، من يقدم جبار على المركز الأول مع أول وبداية الأسماء المنطلقة الشاهينية القادمة. من الجانب الآخر نتابع لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي والمركز الثالث. النقل إلى المركز الثالث وأتابع القدوم من الكايدة القادمة على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة. والمركز الرابع نتابع هجن العاصفة على المركز الرابع والمركز الخامس كذلك هجن العاصفة، تقدم الشاهينية والشاهينية بمتابعة غياث الهلالي. والمركز السادس نتابع الشاهينية من هجن ند الشباب في هذه اللحظات بمتابعة سالم بن سعيد. والمركز السابع افراح، من الجانب الاخر افراح المتسللة والقادمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع، ما شاء الله يتابع افراح مبطي. والمركز الثامن وصل الى المركز الثامن وهجن ساحه السلم القادمه مع براقه في هذه اللحظات يقدمها الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز التاسع مزنة وهي مزنة ما شاء الله القادمة في هذه اللحظات من هجن سيح السلم سيف بن عتيج بن عمير العميمي، من يتابعها في هذا الانطلاق بن عمير الحاضر. والمركز العاشر تأتي في هذه اللحظة على المركز العاشر وتتقدم الشاهينية من هجن ند الشباب بمتابعة سالم بن سعيد. هكذا هي النتيجة ما شاء الله، والنضال الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة. مشاهدينا متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة ونعود مع البداية، والبداية دائما تحمل كل التحدي والإثارة. وهجن العاصفة على المركز الأول تغير في مسيرتي وانطلاقة هذه الأسماء. على المركز الأول الشاهينية غياث الهلالي في المتابعة، والمركز الثاني من الجانب الآخر قدم من الكايدة في هذه اللحظات الكايدة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، من يتابع هنا مع انطلاقات الكايدة على المركز الثاني والمركز الثالث. هجن العاصفة
تقدم الشاهينية على المركز الثالث وغياث الهلالي في المتابعة، والمركز الرابع مزنه القادمة في هذه اللحظات من هجن سيح السلم سيف بن عتيج بن عمير يتابعها في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس تقدم في هذه اللحظة من هجن العاصفة القادمة وغياث الهلالي في المتابعة، يقدم الشاهينية أفراح أفراح على المركز السادس. تتقدم في هذه اللحظات فراحة لاسم مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وطارش بن مبارك بن قوبع يتابع فراحة على المركز السادس. والمركز السابع نتابع التسلل، نتابع التقدم من الشاهينية في هذه اللحظات من هجن ند الشبا وسالم بن سعيد في المتابعة على المركز السابع وثامن. مراكزنا جبارة على المركز الثامن لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميني هجن سيح السلم. تتقدم في هذه اللحظات مع براقة مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ما شاء الله نتابع الأسماء. المركز العاشر الشاهينية القادمة في هذه اللحظات من هجن ند الشبه وسالم بن سعيد في المتابعة. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لهذه الأسماء المتقدمة والحاضرة في هذه اللحظات مع انطلاقة كل الشعارات واقتراب الأسماء من بعضها البعض، يدل على قوة مسار هذا الشوط وتحدياته. ما شاء الله نعود مع الصدارة، نعود إلى الكادر العلوي بقنوات دبي ريسنج الحاضرة في تحفة ميادين السباقات، وهجن العاصفة تسيطر على المركز الأول، تقدم الشاهينية على صدارة هذه الأسماء ما شاء الله بمتابعة غياث الهلالي، يقدم الشاهينية على المركز الأول. المركز الثاني القادم على ثاني المراكز المتقدمة الكايدة 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 قادمة بهذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، ولكن نتابع من الزاوية الأخرى. هناك التسلل من الشاهينية في هذه اللحظات ومن هجن ند الشبه القادمة بمتابعة سالم بن سعيد. وصلنا إلى حزام الغابات، وصول كذلك مزنة القادمة من هجن سيح السلم سيف بن عتيج بن عمير يتابعها بن عمير في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس، وصلنا إلى المركز الخامس، والقادمة في هذه اللحظات براقة القادمة من هجن سيح السلم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير. هجن العاصفة تتقدم على المركز السادس والمركز السابع، شواهين العاصفة القادمة بهذه اللحظات بمتابعة غياث الهلالي. المركز التاسع، المركز التاسع، وصلنا إلى المركز التاسع أو المركز الثامن عفوا. هذه أفراح القادمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقومع في عملية التضمير والتدريب. نتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. ما شاء الله نتابع هذه الكوكبة السداسية في هذه اللحظات بقيادة غياث، بقيادة هجن العاصفة على المركز الأول، هجن العاصفة على المركز الثاني. تقدم الشاهينية والشاهينية
الدينية بمتابعة غياث الهلالي ما شاء الله، وصل إلى مدرج الهبوط تدريجيا إلى خط النهاية وإلى ناموس هذا الشوط. من سيحظى بهذا الشوط ثالث الجولات وتاسع الأشواط ما شاء الله، يحمل هذه الأسماء والشعارات الحاضرة في صباح هذا اليوم. نتابع المركز الثالث هنا القادمة الكايدة القادمة وتبحث عن ثاني النقاط لهذا الشعار، شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين جنسي حسن. تتقدم وتتسلل من المركز الرابع إلى المركز الثالث مزنة القادمة مزنة من جنسي حسن سيف بن عتيج بن عمير، يتابع في عملية التضمير والتدريب خامس المراكز. من الزاوية الأخرى نتابع التسلل من براق القادمة له جنسي حسلم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وجند شبه تدخل في هذه اللحظات من الشاهينية القادمة من هجن ند الشبه بمتابعة سالم بن سعيد ما شاء الله. هجن العصبة قادمة في هذه اللحظات تقدم الشاهينية، أفراح كذلك قادمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود مع هجن العاصمة في هذه اللحظات تقترب من الكيلومتر الأخير. هجن العاصمة على المركز الأول، هجن العاصمة تقدم الشاهينية على المركز الأول بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثاني من السياج الخارجي، وتابع هجن الدشبة تتبع بالشاهينية في هذه اللحظات بمتابعة سالم بن سعيد. أفراح أفراح القادمة في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع مضمر الشرق الأوسط يتدخل في هذه اللحظات ويقدم أفراح ببطي، يأتي هنا ويقدم أفراح في هذه اللحظة. كوكبة كوكبة ثلاثية ما شاء الله، ما بين الهلالي ما بين مضمر الشرق الأوسط ما بين سالم بسعيد. اللحظات الأخيرة هجن الدشبة هجن العاصمة وأفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. اللحظات الأخيرة الأربعمائة متر الأخيرة، جولة الأوامر جولة الأوامر يا الهلالي. اللحظات الأخيرة هجن العاصمة هجن العاصمة على المركز الأول، هجن العاصمة على الصدارة. أفراح القادمة أفراح القادمة على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع ما شاء الله. لحظات النهائية لمسار هذا الشوط مؤكدة هنا الحضور. أفراح 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 تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم على فوز أفراح. شكرا طارش بن مبارك من قدم هالمركز الثاني هجن العاصفة، المركز الثالث شاهينية من هجن ند الشبا، والمركز الرابع وصلت براقة من هجن سيح السلم، والمركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وعودتنا مع التوقيت الزمني وساعة وصول أفراح قاطعة 8 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة جزئين من الثانية وثمان أجزاء من الثانية هي الواصلة. أفراح أفراح تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وشكرا مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع من قدمها. المركز الثاني وصلت الشاهينية من هجن العاصمة 13 دقيقة وثلاث ثواني وجزء واحد من الثانية اللي وصلتنا الشاهينية من هجن العاصفة. شكرا غياث الهلالي. المركز الثالث وصلتنا على ثالث المراكز والتوقيت الزمني للشاهينية من هجن ند الشباء 13 دقيقة 6 ثواني و3 أجزاء
من الثانية تهانينا وناموس لهجنة الشبة، تهانينا وناموس لسالم بن سعيد، تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. هي انطلاقتنا العاشرة تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا العاشر والخامس.